تحت ضغط الشارع، إيران تحل شرطة الأخلاق، السويداء تنتفض، تمزيق صور الأسد وحرق مبنى المحافظة، تمثال إيلون ماسك معز يمتط صاروخا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث، فأهلا بكم. بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزت النظام في إيران، أعلن المدعي العام التخلي عن شرطة الأخلاق، وأضاف في بيان أنه تم إلغاء دورية الإرشاد أي شرطة الآداب، مؤكدا فك ربطها عن القضاء. هذا ونقلت وكالة أنباء إن العمالية عنه قوله إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محتجين اقتحموا مبنى محافظة السويداء إثر مظاهرات منددة بسوء الأوضاع المعيشية. هذا وذكر المرصد أن المحتجين نشقوا المبنى بالحجارة ومزقوا صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد على واجهته مطالبين بإسقاط النظام، كما أضرموا النيران في مبنى المحافظة. وأفاد المرصد بسقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين خلال الاشتباكات التي شهدتها السويداء اليوم. حذر تقرير لشركة مايكروسوفت من أن الحكومة الروسية تنسق الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية بضربات صاروخية متزامنة مع انسحاب قواتها من مناطق في أوكرانيا. قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن التقرير أشار إلى أن الكريملين يسعى إلى توسيع الهجمات الإلكترونية ضد جيران أوكرانيا الداعمين لها، وذلك في محاولة لتعطيل سلاسل التوريد العسكرية والإنسانية ولإضعاف دعم الأوروبيين لكييف. تدرس الحكومة البريطانية الاستعانة بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة، إذ أضرب العاملون في قطاعات رئيسية بين هيئة الصحة العامة. هذا ودعت السلطات النقابات العمالية إلى السعي والتفاوض بدلاً من الإضراب، مؤكدة أنه من المهم أن يكون لدى الحكومة خطط بديلة. هذا وتخطط الحكومة للاستعانة بقوات استجابة متخصصة من الجيش تعمل بالطاقة القصوى، كما يمكن الاستعانة بالجنود في قيادة سيارات الإسعاف. تجاهل الثري الأمريكي إيلون ماسك مجموعة من محبيه الذين تكبدوا آلاف الدولارات لبناء تمثال يخلد ماسك، ولكن على هيئة غريبة للغاية. فبحسب CNN فإن محبي ماسك قاموا بتدبير 600 ألف دولار لبناء تمثال لإيلون ماسك. جاء التمثال مكونا من رأس إيلون ماسك على جسد معز يمتط صاروخا. يبلغ طول التمثال أكثر من 10 أمتار، وقد تم تدبير تكلفته من خلال مجموعة من رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عبر فرض ضريبة على المعاملات المشفرة.